معايا على التليفون معالي وزير الماليه من قلب استاد برج العرب، وزير الماليه عمرو الجرحي. مساء الفل والف مبروك لمصر معالي الوزير. الله يبارك فيك يا استاذ محمد، الله يبارك فيك، الله يخليك. قالوا لي انك توقعت النتيجه. صح صحيح، انا قلت امبارح هنكسب 2 والحمد لله اتحققت، يعني الحمد لله الحمد لله. بقول لك ايه، خليني اشكسك كده، 1.5 مليون اللي السيسي قررهم لكل لاعب هتاخدوا عليهم ضرائب؟ لا يعني ده ما يعني ما يعني مش معقوله هنتكلم في حاجه زي دي دلوقتي، يعني طبعا ما يكون يعني على التصور، يعني والله يعني يستحق كل خير، ويعني يعني احنا فرحانين بيهم جدا لانها فرحه كبيره جدا ما عشناهاش من فتره طويله، واخيرا الامنيه اتحققت، انتظرنا 28 سنه فتره كبيره جدا، والحقيقه يعني الشعب يستحق الفرحه، والف مبروك للشعب المصري والف مبروك للجمهور. النهارده المنظر في الاستاد يعني مهما حكيت لحضرتك حضرتك لا يمكن تقدر تتخيل المنظر في الاستاد كان عامل ازاي، وتشجيع الجمهور، الجمهور الحقيقه ما سكتش برغم ان الجمهور جاي من الساعه 10 و11 الصبحيه وقاعدين لغايه الساعه 9 و10 بالليل، لكن الجمهور ما سكتش ولا لحظه، والتشجيع ما سكتش ولا لحظه، وطبعا اللعيبه كانت طبعا يعني تحت ضغط عصبي كبير، يعني الحمد لله الحمد لله توفقوا في المهمه النهارده بشكل كبير الحمد لله. مين من الوزراء اللي كانوا مع حضرتك في الاستاد النهارده؟ لا كان طبعا الوزير خالد عبد العزيز، وكان في الوزيره غاده والي، وكان في الوزيره نبيله مكرم، وكان برضه محافظ اسكندريه موجود، وقائد المنطقه الشماليه، وحضور كتير من اعضاء مجلس النواب، فيعني كان حضور الحقيقه كبير وكويس جدا، لكن يعني المهم اللي هو الحقيقه الجمهور، يعني الجمهور ده كان لازم يفرح، والشعب المصري لازم يفرح، والحمد لله الحلم اتحقق، والفرقه بقى تتجهز بعد كده لكاس العالم نفسه عشان يبقى الاداء ان شاء الله مشرف، عندنا لعيبه محترفين في انديه كويسه كتيره، المفروض انه الاداء يتطور في الفتره اللي جايه، لان هنخش بقى على فرق تقيله جدا، يعني طبعا المجموعات هيبقى في فرق جامده جدا، فلازم يبقى المستوى يتطور، يعني النهارده شعورك كان ايه لما الكونغو جابت جون في الدقيقه 86؟ قلبي كان هيقف، يعني يعني مش معقوله، لانه خلاص انت قدامك 5 6 دقائق وتخلص، وبعدين بيجي فيك جون بيعيد لك الحسابات كلها وبيصعب الموقف بشكل كبير قوي. نعم. لكن الحمد لله يعني جت ضربه الجزاء، ومحمد صلاح لعيب اكثر من رائع، ثبات انفعالي وثقه في النفس وثقه في الله، وراجل صاحب مهاره كبيره، ولعيب الحقيقه يعني مشرفنا سواء بيلعب في اوروبا او مع المنتخب، الحقيقه لعيب اكثر من رائع الحقيقه. ده الحكومة بقى المفروض تكرم المنتخب بقى، ما يعني اللي انا قريته يعني على الاخبار يعني انه السيد الرئيس هشوفهم بكره طبعا، وده طبعا يعني اكيد وضع 1000000%، يعني انا متاكد انه هيحصل طبعا بكره، وتكريم سياده الرئيس ليهم ده يعني حقيقه يعني اهم ويسبق اي حاجه ثانيه طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان السيد رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل طلع بيان من دقائق بيهني فيه الشعب المصري بهذا الفوز الكبير. الحمد لله الحمد لله، يعني كل التهنئة للشعب المصري ويعني الفرحة الكبيرة دي، وإن شاء الله ربنا يديمها علينا بإذن الله. اللهم آمين. أشكرك معالي وزير المالية عمرو الجرحي.